السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه رأيكم في الاكل بتاعنا النهاردة؟ انتوا شايفين ايه قدامكم؟ شايفين سمك مشوي، وشايفين رز ببصل، شايفين لونه، مقولكوش على ريحته هو والسمك. وده بصل طرنشات علي وفرح بيحبه، ما بيحبوش السلطة، فانا بعمل كل حاجة هم بيحبوها. يعني حاجات كتيرة انا ببقى عايزة اعملها ما برضاش اعملها عشانهم، يعني انا بعمل اللي هم عايزينه بس. إيه، ما تيجوا معانا نشوف احنا عملنا ايه النهارده. عملنا السمك ده ازاي، شويناه ازاي على البوتاجاز من غير شوايه ومن غير اي حاجه، وشويناه في البيت بطريقه نظيفه وطريقه مضمونه ضامنه اللي انت اللي عاملاه في البيت بايدك ومتبله تتبيله حلوه في البيت. تعالوا يلا نشوف احنا عملنا ايه. اول ما هنبدا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهو السمك معانا اهو، احنا النهارده ان شاء الله هنشويه. إيه، اكثريه الناس بتشويه كده يا جماعه، تمام؟ عادي انا ممكن اشويه مقفول، هو يعني صابح مش بايت ولا حاجه، بس انا هفتح بطنه معاكم وننضفه من جوه ونحشي حشوه بسيطه كده وهنشويه ونشوف النهارده ان شاء الله هنشويه ازاي. يلا نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هعمل حاجه اكتر من ان هفتح بطنه، مش هعمل اكتر من ان هفتح بطنه، مش هعمل اي حاجه تانية فيه غير كده، هفتح بطنه بس. انا عامله ثلاثة بس على قدنا، على قد فركوشه وعكوشه وعلى قد مامتهم، كل واحد فينا ان شاء الله سمكه كده كفايه قوي الحمد لله. انا بس هفتح بس بطنه، مش هعمل اكتر من كده يا جماعه، وينفع كمان نشويه كده عادي زي ما تحبوا، بس يعني ايه هننضفه معاكم النقطه ونشويه ان شاء الله، وهنشوف هنشويه ازاي بابسط طريقه زي ما اتعودتوا معانا في البساطه في كل حاجه احنا بنعملها. دلوقتي خلاص اهو فتحت بطنه بالمقص، ابدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم افتح بطنه واطلع بقى ايه كل حاجه جواه وابدا انضفه اهو زي ما انتم ما شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم اهو انا ببدا اهو اطلع كل حاجه زي ما انتم ما شايفين كده اهو. طبعا انا هشطفه كتير لسه تحت الميه، انا ايه بعمل معاكم كده ايه حاجه اوليه كده بس الاول، بفتح بس بطنه واشيل ايه بشيل معاكم ايه بطنه. بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى النهارده الفيديو يعجبكم كده ان شاء الله، وما تنسوناش في اللايك وانتوا قاعدين تتفرجوا علينا، ما تنسوش هو الفرجه تنسيكوا اللايك البصمه يا جماعه بالله عليكم عشان ترفع الفيديو ان شاء الله. ما عادش معانا الا السمكه الثالثه اهو، خلصناها الحمد لله. شايفه يا فرح بيتعمل ازاي سهل؟ ريحته وحش، ريحه الزفاره يعني يا جماعه، يعني مش بتحب السمك يعني مثلا؟ لا هو حلو بس الريحه، ما هو طبيعي لازم السمك يبقى ريحته زفره، ايه الميه بتاعت ريحتها وحشه، ما هي ريحتها زفره، هي كده السمك ريحه السمك بتبقى فيها زفاره عادي، ايه المشكله يعني ريحه سمك، هي ريحه ايه يعني. خلاص كده اهوت انا هبدا بقى اشوف بقى تحت الحنفيه. ودلوقتي يا حبايبي هنبدا بقى نغسل السمك بقى اهو، نغسله بقى بالراحه كده من جوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نغسله كويس، نغسل الخياشيم بتاعته عشان ما يكونش فيها بواقي اي حاجه، نغسله كويس اهو تحت الميه. اوعي التليفون يجي عليه ميه يا فرح، ابعدي شويه اهو يا جماعه، شطف نار الحمد لله اهو. هنشطفه بقى ونشوف هنعمل معاكم ايه ان شاء الله. ودلوقتي يا جماعه هنعمل تتبيله للسمك، هنحشيه من جوه. دي طبعا التتبيله دي عندي على طول فلفل اخضر او فلفل احمر زي ما تحبي، وتوم مفروم وكمون وكزبره ناشفه وملح وليمون وخل وشويه بابريكا، تمام؟ انا دايما بجهز الخلطه دي وبسيبها عندي في التلاجة، خرط عليها عود خضار كزبره اهو بيدي ريحه حلوه جدا للسمك اهو، عود صغير بسيط خالص زي ما انتم شايفين كده. وابدا بقى ايه اتبل السمكه من جوه بالتتبيله الحلوه اللي ريحتها دي ما اقولكوش على ريحتها والله، انا دايما بحضرها في الثلاجه وبسيبها في الثلاجه جوه،
فايه هنبدأ بقى نتبل اهو السمكة. هنا يا فرح كده شايفين احنا بنتبلها كده اهو من جوه تتبيله بسيطة كده. هي كده كده لسه هتتبل تاني بعد ما نشويها ان شاء الله، بس بنتبلها من جوه عشان تطعم وتبقى طعمة ان شاء الله. اهي يا جماعة السمكة التالتة اهي حطينا فيها التتبيلة برضو كده تبلناه. وتعالوا يلا نشوف احنا هنعمل ايه. ودلوقتي يا جماعة اهو بدأنا حطينا الصينية اللي هنشوي فيها السمك على الدجاج. الصينية دي انا مخصصاها بس للسمك ولو حبيت اعمل حواوشي. تمام السمك معايا اهو زي ما انتم شايفين، هبدأ احطه في الردة وريهم يا فرح. اهي انا معايا نادي كيس ردة اهو، هبدأ احط السمك كله في الردة كده اهو اهو كده خلاص طبعته كله بالردة. وابدأ بقى ايه احطه على النار. بسم الله الرحمن الرحيم اهو هنعمل كمان بقية السمك اهو معانا اهو زي ما انتم شايفين. انا بحطه في الردة بشبعه في الردة، ما دخلش ردة جوه بطن السمك خلي بالكم، يعني من بره بس كده ظاهريا كده من بره ماشي. وسمكة عكس سمكة عشان نعرف نقلبها اهي. السمك اهو خلصت ما عادش حاجة، حط السمكة التالتة وهنشوف هنعمل ايه تاني بإذن الله. اهو يا جماعة والنار عادي متوسطة يعني مش واطية ولا عالية متوسطة، هنصبر بقى ونشوف هنعمل ايه. واهو السمك معايا اهو يا حبايب قلبي بيتشوي ماشي. عملنا بقى الخلطة بتاعته عبارة عن ايه، نفس الخلطة اللي حشيت بيها السمك اللي هو كان الفلفل الاخضر او الفلفل الاحمر والثوم والملح والليمون والخل وشوية كزبرة وشوية كمون ماشي. حطيت ايه بقى، جبت طماطماية قطعتها قطع قطع كبيرة زي ما انتم شايفينها، وطبعا بقيت الخلطة اللي كان فيها الكزبرة موجودة اهي، وحطيت شوية زيت على الوش ماشي ودقت وحطيت شوية مية وظبطت المية بالملح، يعني لو كانت محتاجة ملح اظبطيها مظبوطة ملحها خلاص تمام ماشي. وعصرت ليمونتين وسبتهم اهو في المية اللي انتم شايفينها ديت. والسمك الناحية التانية بيتشي وهو لسه ما قلبتوش، هنقلبه مع بعض ان شاء الله. بس انا دلوقتي هبدأ اعمل الرز معاكم. وهنعمل دلوقتي بقى الرز بالبصل اهو، قررتنا بصلة وحطينا شوية زيت. هنبدأ بقى فرح بتقلب فيه اهو زي ما انتم ما شايفين لغاية ما يحمر ان شاء الله ماشي. ادينا منتظرين اهي فرح عمالة تحمر فيه، على ما فرح ما تحمر نكون قلبنا السمك على الاتجاه الثاني. واهو السمك معاك اهو، هنبدأ بقى نقلبه على الاتجاه الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم بالراحة كده وقلبناه، هنقلب برضو بقية السمك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم خليكي يا فرح قلبت البصل يا فرح. السمكة دي لازقة بس عادي هنطلعها برضو. وقلبنا معاكم السمكه اهو زي ما انتم شايفين، مش مشكله السمكه دي تهلك شويه مش مشكله مش هتفرق. والناحيه الثانيه فرح هي شغاله تحمر في البصل. قال يا فرح الجدعان يلا ايه جدع جدع تمام. اي فرح شغاله اهي بتحمر في البصل جدع يا فرح يلا بسم الله. سميتي جدع ما تحكيش يلا يا بركة بسم الله الرحمن الرحيم جدع يا فرحان جدع. احنا بنبدأ نحمر فيه لغاية ما بيحمر عشان يدي اللون البني بتاع الرز. هي بتقلب فيه اهي هيحمر وهوريهولكم. وهو يا حبايب قلبي الرز بدأ يتحمر ويخش في اللون البني، لسه برضو هنسيبه شوية كمان. والناحية التانية السمك شغال اهو شايفين شكله. نبدأ برضو نحمر بقية البصل. اهو بدأ ياخد اللون الغامق اهو يا جماعة، برضو عايزاه يدن شوية كمان. دلوقتي بقى نبدأ نحط الرز. ودلوقتي حطينا الرز، حطينا المية
وحطينا شويه ملح، هنقلبه بقى وهنغطيه لغايه ما يتشرب ونهدى عليه. خلاص كده سيبوه بقى يغلي. تعال نشوف السمك. خلاص السمك معانا اهو لسه برضو، وهو يا جماعة الرز هو بدأ يتشرب معايا، بس انا هصبر كمان شوية اهو بدأ يتشرب معايا اهو، هخلي كمان يشرب شوية عشان ما يبقاش معجن. ايه يا فرح بتعملي ايه؟ كوارث من ضمن الكوارث بتعملي ايه؟ اهو بدا اهو يتشرب اهو. هدي بقى عليه بقى، انا عايزه كده بس كفايه، هو كده كده حلو. اهدي عليه واسيبه يستوي. وهو يا جماعه السمك برضو لسه معايا بيستوي، ان شاء الله هقلبه على الناحيه الثانيه باذن الله. يلا عشان نكمل سوا الناحيه دي والناحيه دي، هنقلبه مع بعض لاني ماسكه التليفون مش عارفه اتملي. هقلبه وهجيب. وهو يا جماعه انا قلبت السمك على الناحيه الثانيه اهو، لسه برضو ما استواش، انا بتاكد عليه سوا عشان ما يبقاش فيه دم من جوه، يبقى مستوي ويبقى طري وجميل من جوه. يا ريت الطريقه بتاعتي ديت تكون عجبتكم، انا بشوي كده دايما يعني. فهنصبر شويه وهنشوف مع بعض ان شاء الله. اهو يا جماعه السمك بقى معايا اهو الحمد لله، هو كده يعتبر استوى. هنبدا بقى نشيله ونحطه في الميه بتاعته عشان ياخد تتبيله وطعمه جميل كده. يلا هشيله، بس مش عارفه بس بايد واحده واشيل بايد الثانيه. هشيله احطه في الميه واوريه. اهو يا جماعه انا شلت سمكه وحطيتها في الميه زي ما انتم شايفين عشان تشرب من التتبيله بتاعه الميه اهو زي ما انتم شايفين. هشيلها بقى واحطها في مصفه تصفي من الميه اللي هي شربتها دي. اهو يا جماعه بقى كده خلاص خدت من التتبيله بتاعتها، هشيلها بقى اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اصفيها كده برده من الميه وانا بشيلها زي ما انتم شايفين، واحطها في المصفى تصفي ميتها. ماشي، وابدا احط سمكه تانية برده في الميه اهي اهي. شيل سمكه تانية من على النار. ما اقولكوش على ريحتها، ريحتها جميله الصراحه. سيبها بقى تشرب شويه برضو دقايق، يعني ما فيش ثواني كده، دقيقه تشرب بس من الميه والتتبيله اللي احنا عاملينها دي مع بعض، واحطها برضو في المصفى. واشيلها برضو اهي، احطها برضو على الناحيه الثانيه تاخد من التتبيله برضو، وابدا اشيلها بقى خلاص اهي اهي. بصفيها من الميه واحطها برضو في المصفى، وابدا برضو اخد السمكه اللي فاضله معايا اللي هي الثالثه اهي، اخدها برضو احطها في الميه دي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، حطيتها اهو زي ما انتم شايفين كده. ونشوف بقى الرز معانا استوى ولا لا عشان نقدم طبقنا. والجماعة دلوقتي اهو الرز اهو كشفنا عليه عشان نشوفه، هو لسه خمس دقايق بالظبط ونقفل عليه ان شاء الله. شايفين شكله، شايفين لمعانه، هنقفل بقى عليه كمان خمس دقايق ان شاء الله. وده يا جماعة شكل الاكل بتاعنا بعد ما اتعمل. الرز اهو استوى الحمد لله، وانا غرفته وقطعت شوية بصل طرنشات، والسمك معايا اهو زي ما انتم شايفين. ما اقولكوش يا جماعه روحته وهو مستوي الحمد لله، ما فيهوش دم ولا في اي حاجه، مستوي تسويه كويسه زي ما انتم شفتوا. كنت انا مهديه النار وقلبته على اليمين وعلى الشمال وحطيته في الخلطه اللي انتم كنتوا شايفينها معايا. ايه رايكم في السمك ده؟ انا دايما بعمله كده بالطريقه دي، واوقات ما بفتحش بطنه ما بكون لسه جايباه صاحي، بيكون لسه مثلا يعني طازه، فبصراحه ما برضاش افتح بطنه لان بيبقى مليان دهن، فبستخسر بصراحه الدهن اللي جوه ده ارميه. يعني بيبقى الدهن ده برضو يعني ايه مفيد طبعا، على الاقل بيبقى فيه اوميجا 3. والرز اهو ببصل اهو لونه جميل وريحته جميله، لسه نازل من على البوتاجاز. اتمنى بقى يعني يكون الاكل بتاعنا النهارده عجبكم كده، واقول لكم اتفضلوا معانا، والله العظيم اتفضلوا بجد، يعني ما يغلاش عليكم، ده حاجه بسيطه.
واتمنى كده اللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل الجرس، وبتنسوش اللايك للفيديو، وتقولي لي رايكم كده في اكل النهارده، اعمل ايه النهارده، السمك بتاعنا المشوي ده عامل ايه، هو والرز، يا ريت رايكم كده في التعليقات عندي، وما تنسوش بقى طبعا زي ما قلت لكم اللايك، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.